السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. معاكم اخوكم سامح الفعلقه، قناه نواط رحاله. عشان لاول مره اشوفكم، ما تنساش لو عجبك المحتوى بتاعنا اشترك عندنا في القناه، ودعم لنا المقطع دوت بلايك عشان ينتشر وكل الناس تستفيد منه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طعمايه سحريه خالص، هنتكلم عليها واحنا بنطلعها عشان وقت الفيديو وان احنا نقول المعلومه في وقت قصير. الطعمية السحرية بتاعتنا دي يا جماعة اللي هو الدود المشاشر. يلا بينا نطلع الطعم. مبدئيا عشان احنا نلم كل حاجة عن المشرشر، كيلو المشرشر، كيس المشرشر من 7 جنيه ل10 جنيه. في اوقات الطعم ده بيبقى موجود بكثرة، وفي اوقات بيقل. احنا اغلبيتنا بنشتغل بالمشرشر بطريقة غلط، ان احنا بنطعم الطعم وخلاص. لا، المفروض يا جماعة المشرشر تزفر بيه نفسه. يعني على سبيل المثال، لو انت الاول بترمي بالمشرشر بتصطاد بيه، لو ما بيعلقش معاك سمك بسرعة بتعمل ايه؟ المفروض ان انت بتاخد مثلا لو جايب 3 اكياس ب20 جنيه، بتاخد كيس منهم بتخلطهم من الارض اللي انت بتصطاد فيها، ايا كانت ارض بقى طينة، ارض رملة، زي ايا كان، تاخد منها وبتخلط الكيس ده فيها وتبدأ ترميه عن طريق كور صغيرة كده بتعملها، وتبدأ ترمي تزفر بالمكان اللي انت فيه. المشرشر ده يا جماعة طعمية لجميع الاسماك اللي موجودة في البحر. يعني احنا خدنا عليه سمك كبير خالص، قروس كيلوات واكتر من الكيلوات، وخدنا عليه دنيس، وخدنا عليه شراغيش، خدنا عليه بطاطا، كل الاسماك بتاكل على المشرشر ده. حتى البولتي اللي هو بيبقى موجود في الميه المالحه اللي هو بين الميتين ده، بياكل كمان ايه؟ على المشرشر. المشرشر ده موجود في ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، احنا بنشيل الحجاره وبندور على الايه؟ على الدوده تحت الحجاره. طبيعه الارض بتاعتها بتبقى في الميات اللي هي المخلطه، اللي هي داخل عليها حدقه على ملح، اللي هي ميات القنوات، زي مثلا ملاحات البرولوس، ملحات ايدكو، ملحات الماكس، ملحات برج العرب، يعني اي ملحات هتلاقي فيها الطعمية دي. بترفع الحجرة بنفس الطريقة دي بتلاقي الطعمية فيها. بس بقى بيصادفك اوقات تلاقي 20-30 طعمية مع بعض، يصادفك تلاقي طعمية واحدة، يصادفك ما تلاقيش حاجة، ولكن هي دي الطريقة الصحيحة لاستخراج الدود الايه؟ المشرشر. تقريبا معانا كيس زياده. والعلم يا جماعه الدوده دي والطعميه دي محترمه جدا 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 جدا، وبياكل عليها زي ما قلنا جميع الاسماك. البوري نفسه يا جماعه بياكل بالطعميه دي. لما تيجي تزفر بكيس مشرشر ولا حاجه بترميه بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، بتبدا تاخد عليها سمك بوري كمان. بتتعامل مع المشرشر اكنه عجينه بالظبط، تمام، وبيدخل بوري وجميع الاحجام والله. فالمشرشر ده يا جماعه دوده، خلي بالكم، في منتهى الجمال، دوده محترمه جدا. هي بتبقى للاسف، بس هي بتبقى طريه شويه، ولكن انت تحاول تطعمها من تحت راسها كده، تخلي مثلا الراس فوق او العكس. الافضل ان انت تخلي الراس فوق، عشان الراس لما بتتشك في السن كويس بتكون بتخلي الطعمية تمسك فترة طويلة في الايه؟ في الصنار. تمام يا جماعة؟ هنعيد الكلام تاني يا جماعة. الأماكن اللي هي بيبقى موجود فيها المشرشر، الأماكن المية المخلطة والمية الحدقة، يا حدقة خالص يا إما مية مخلطة. تمام؟ زي ما قلنا برضو الملاحات والقنوات اللي هي البغازات مثلا، دي بتبقى غنية جدا بالمشرشر. رفيع ولا كبير المهم ياكل. طبعا سمك زي سمك القاروص ده، من رغم ان هو سمك هجام، ولكن بيعشق الطعمية دي، بيعشقها بجد. يلا بينا بقى يا جماعة ناخدوا كام لقطة صيد كده، نشوف الدود المشرشر عامل ازاي، ونشوف السمك اللي خدناه على الدود المشرشر عشان برضو نظبط الفيديو. كام لقطة قديمة كده ولكن هي في صلب الموضوع. يعني يلا بينا. ده الدود بتاعك، ده دود مشرشر اهو. دكتور الطرد ب10 جنيه. الطرد اللي هو ايه؟
بيبقى ايه؟ بيبقى دود طري شوية. تعالى نطلع من الماية كده نسيبه في الماية عشان يفضل حي. ونطعم بنفس الطريقة دي. زيه زي الطعم البلدي بالظبط. بس انا بنسيب حتة ايه من راسه. ده الفرق ان بيبقى ليه راس. بنسيب حتة من الراس كده وبنيجي ايه بطعم بيها بنفس المنظر ده كده ان شاء الله. شايفين الحتة من الراس اهيت وبنيجي بطعم كده. باينة معاك يا بسطة؟ نعم. الله كريم يا رب. والارزاق بيد الله. الله كريم ويومنا جميل ان شاء الله. دينيس الله ينور ابو مري. صل على النبي. الله ينور ابو مري. مرفوش من بتوعك يا مجدي حسن. شوف الحاج محمد. الله ينور. شغاليف دي. السمكة ماسكة الضهر على البر. يلا خير.